بتدعم المنتخبات، يعني انت منتخب الاول ومنتخب الاولمبي ما بتتاخرش. ففعلا يعني لود كبير جدا وقع على لاعبتنا، ومع هذا كمان الحمد لله يعني بيأدوا. يعني عايز اقول لك التوفيق وعدم توفيق في المباراه دي، يعني الجول ده لو اتحسب فعلا كان الامور هتتغير بشكل كبير جدا. وفعلا الجول ده فرق معانا، يعني هو يعني الجول ده كان يكسبنا 3 نقاط، خسرنا نقطتين. يعني ما كانش الجيش هيفضل واقف ورا، مش الجون ده كده، مش الجون ده بس. اه بالظبط، خلي بالك انت بناء على بيان النادي الاهلي انت خسرت 15 نقطه. 15 نقطه احنا عددناها هنا وفندناها هنا. ايوه انا عارفهم، انا عارفهم وعارفينهم كلنا عارفينهم. وفي النهايه وقلنا عليهم انا ما عنديش مشكله زي ما الكابتن عادل قال يا كابتن ماهر ان انا اخسر، ما فيش مشكله، ما عنديش مشكله، ببقى متضايق طبعا وكل حاجه، ولكن دايما النادي الاهلي بيعمل ايه؟ بيتعلم من الاخطاء وبيقعد 5 6 سنين. بالظبط، فدايما ده اللي احنا بنتعلمه، دايما ده اللي احنا بنعرفه. بس انا مقلق برضو يا كابتن من الفتره القادمه، لان انت عندك كاس، صح ولا مش صح؟ لا لا، هم هي يعني الكاس الموضوع. انا دلوقتي النادي الاهلي بيطالب من خلال البيان اللي عمله بوجود حكام اجانب. طيب اوكي، لو اتحاد كره القدم استجاب لهذا الموضوع تمام، التوقيتات امتى؟ خلي بالك بقى، ما فيش امتى التوقيتات؟ ما هي برضه يا كابتن عادل يا كابتن ماهر حاجه غريبه جدا. هتعمل ايه؟ الرؤيه فين؟ مش المفروض ان من بدري الكلام ده كان يتجهز؟ طبعا، زي ما هو قال ان الدوري هيبدا او هينتهي في الفتره اللي فاتت ديت 30/8، كان لازم يحط موعد للكاس وموعد للموسم الجديد هيبدا امتى وينتهي امتى. ده حتى كمان القاعده اللي تحت البراعم والناشئين مفيش حاجه خالص بالنسبه لها برضه، خالص بالنسبه لها. ودي برضك حاجة من ضمن الحاجات اللي تحسب على اتحاد الكورة. يعني واضح ان لجنة التخطيط عندهم ولجنة المسابقات مش حاطة ايديها اسلام الفترة الجاية دي، امتى الدوري يبتدي، امتى الكاس يبدأ وينتهي، امتى المراحل السنية اللي تحت تبدأ، امتى ايه الفرقة اللي هتتلغي، هذا في الناشئين، في الناشئين عدد البراعم اللي موجود تحت، هل هيزيد عن السنة اللي فاتت في حته حاجات كتيره جدا مختلفه. ولكن برضو يا كابتن عادل